تحياتي النهاردة هكلمكم عن صلاح الدين الأيوبي وجرائمه ضد الأقباط والفاطميين طبعا كلنا فاكرين وصف دكتور يوسف زيدان لصلاح الدين الأيوبي عندما قال أنه أحكر شخصيات التاريخ ومن أسواها على الإطلاق طبعا انا بحثت عشان اعرف حقيقة القول ده وحقا دكتور يوسف زيدان كان محق فعلا في هذا القول يعني انا هقول لكم انا اكتشفت ايه وعمل ايه في المصريين هقول لكم الاول عمل ايه مع الاقباط يعني فرض صلاح الدين الأيوبي على الاقباط ضرائب باهظة وشدد عليهم في ملبسهم وركوبهم ودخولهم وخروجهم وامر ان تعلق الجرس في اعناقهم مثل الحيوانات وأن تنزل الصلبان من على الكنائس وتطلق بابها بالطين الأسود ولما زاد ظلمه امتنع على الأنبا جورج المقاري أسقف أسيوط عن الدفع اختاز صلاح الدين وأمر, وأمر بهدم كل كنائس أسيوط وتحويلها إلى مساجد فلم يستطع المسلمين هدم سوى كنيسة واحدة ولم يستطيعوا بناء مسجد فوقها فقرر صلاح الدين إرسال جيشه لتأديب أقباط أسيوط ولما وصل الجيش قرابة المدينة نادى الأنبا جورج بصوم وصلاه لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث هبت ريح عظيمة واقتلعت كل خيام المعسكر الذي يقيم فيه الجنود المعتدين. فاستبد الرعب بالجنود وعادوا مسرعين إلى القاهرة. فلما سمع الحاكم بهذا قرر أن ينتقم. فأرسل جيشه مرة أخرى حتى بلغ أطراف المدينة وفي يوم الأحد عام 1169 ميلادية ومع دقات أجراس الكنائس اقتحمت حملة صلاح الدين المدينة واقتحموا الدير وقبض على الأسقف وتم تعذيبه وقطع رأسه واستشهد من, أبناء الصوت في هذا اليوم حوالي خمس ألاف نفس من رجال ونساء وأطفال وبعدها بسبع سنوات في سنة 1176 ميلادية حدث تمرد وعصيان لأقباط قفت التي أنهكتهم الجزية وضاقوا بالأحكام الغير أدمية التي فرضت على الأقباط حينها فلم يدفعوا الجزية فذهب العادل أخو صلاح الدين الأيوبي إلى تلك المدينة فقتل 3000 قبطي في يوم واحد كما ذكر المؤرخ المقريزي في تاريخه إن العادل قصد للأخذ بثأر إخوانه المسلمين بالصلب ثلاثة ألاف قبطي من سكان قفط سيا على أشجار المدينة واستعمل أحزمة الأقباط وعماماتهم لصلبهم وشنقهم يعني في حادثتين فقط تم استشهاد 8000 قبطي يعني طبعا المصدر تقي الدين المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار طبعا اللي عايز يرجع يعني ويتاكد من المعلومات يعني يعني ده شوف عمل ايه في الاقباط تعالوا اقول لكم عمل ايه في الفاطميين اللي هم اصلا عينوه في المركز اللي كان فيه هقول لكم دلوقتي يعني هل تعلم ان صلاح الدين الايوبي عندما انقلب على الفاطميين قام بعزل الرجال عن النساء حتى يقطع نسلهم؟ ده طبعا فكر شيطاني يعني اكيد يعني قطع نسل جنس معين فكر غير ادمي بالمره فكر شيطاني بمعنى الكلمه. وقام بحرق المكتبة الفاطمية وكانت تسمى بدار الحكمة وكانت تحتوي على مئات الألاف من الكتب القيمة يعني لدرجة ان بعض المؤرخين يقول انها كانت تحتوي على 2 مليون كتاب في كل العلوم والمجالات يعني متخيلين الخسارة اللي خسرتها البشرية بحرق مكتبة بهذه الضخامة والعظمة يعني انا حزين على اللي بقوله ده الصراحة لكن هي دي الحقيقة قام صلاح الدين ببناء قلعته الحصينة بالمقطم عن طريق تدمير الأهرام الصغيرة التي كانت تنتشر بكثرة بالقرب من الأهرامات وقام باستخدام طبعا الوالي بهاء الدين قراقوش وكلنا عارفين مين قراقوش طبعا الذي ولاه صلاح الدين على مصر بتسخير المصريين لبناء هذه القلعه بالسخره ومقابل زهيد طبعا هذا الاستقواء جعل المصريين يكرهونه يعني ده طبعا غير ان تدمير هذه الاهرامات الصغيره في حد ذاته كارثه على يعني على مستقبل البلد يعني صلاح الدين الايوبي قام بمقتل بقتل اكثر من خمسين الف سوداني حرقهم وسبى اطفالهم وانساهم بلا رحمه قام بسلب المصريين المعارضين لحكمه وطغيانه على جذوع الشجر ونكل بالفاطميين وحرق كتبهم واعمالهم الادبيه هذا الرجل يعني كان مجرم بمعنى الكلمه يعني حقيقي دكتور يوسف زيدان صدق في كلامه يعني على فكره حتى انتصارات صلاح الدين الايوبي كلها زائفه فهو لم يحرر بيت المقدس لان في صلح الرمله تم التخلي على كل مكاسبه وتنازل عن الشريط الساحلي من صور حتى حيفا للصليبيين بدون مبرر طبعا وقام بتقسيم دولته الايوبيه بين ابنائه واشقائه يعني قبل وفاته بطريقه مهينه حتى انها اضعفت الدوله الايوبيه وقضت عليها آه هي دي هو ده صلاح الدين يعني برضو من ضمن المعلومات التي لا يعرفها الكثيرين ان صلاح الدين قام بإغلاق الأزهر لأكثر من مائة عام حتى قام الظاهر بيبرس في الدولة المملكية بفتحه مرة أخرى من المحزن طبعا ان صلاح الدين اغلق الازهر اللي كان مناره حقيقيه في عصر الخلافه الفاطميه لانه كان متقبل لكل المذاهب سنه وشيعه وباختلاف باختلاف المذاهب كان بيترك الحريه لاعتناق المذهب الذي الانسان كان يريده دون غصب بحريه كامله لم يتم التعرض للسنه في فتره الحكم الفاطمي باي سوء كان فعلا في حريه فكر واعتقاد في الازهر الفاطمي الغريب في الامر ان صلاح الدين الايوبي اضطهد الشيعة ونكل بهم بصورة يعني مرعبة بالرغم من ان الشيعة الفاطميين هم من جعلوا منه يعني وزير في دولتهم الفاطمية بالرغم انه سن المذهب يقول المؤرخون ان صلاح الدين الايوبي كان شديد التسامح مع اليهود حتى طبيبه الخاص كان يهودي وكان شديد الدموية مع الشيعة صلاح الدين يعترف بكراهية المصريين له في رسالة منه لنور الدين الزنكي وهذه الرسالة وثقها ابن الاسير والعماد الاصفهاني في اعتراف صريح ان المصريين لا يحبونه ولا يطيقون حكمه. هو اعتقد انه بقتله للشيعة وتعذيبه للاقباط سيكسب حب المصريين ويتعاطفون معه. لكن طبعا الشعب المصري منذ قدم الزمن معروف عنه بالتسامح والتعايش السلم مع الاخر والمخالف له في عقيدته وطبعا صلاح الدين الايوبي ما بيفهمش كده لان فعلا في مصر في يعني في مصر يعني يعني انا اعتقد يعني من الدول القليله جدا اللي تلقى فيها المسيحيين مع المسلمين مع البهائيين مع الشيعة مع السنة يعني ما فيش تكفير يعني في مصر تلقى الناس عايشة في سلام يعني نادر جدا انك تسمع عن حادثة اعتداء او قتل يعني حاجة بتبقى نادرة جدا لكن فعلا المصريين عايشين في سلام مع بعض صلاح الدين الايوبي قام بقتل العالم الصوفي الجليل السهروردي وهو لم يتجاوز ال 38 من عمره لارضاء بعض الفقهاء في حلب لمجرد ان اتهموه بالزندقه والخروج عن الدين فطبعا عشان يكسب يعني يعني يكسب هؤلاء الفقهاء في صفه فقتل الانسان بريء لم يفعل شيء كل اللي قلته ده موثق في في كل الكتب في امهات الكتب يعني بواسطه المؤرخين امثال طبعا المقريزي وعماد الدين الاصفهاني والسيوطي وابن كثير والذهبي يعني الذهبي على مسير على سبيل المثال شمس الدين الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء قلب الحرف ان صلاح الدين كان يشرب الخمر ولكنه تاب وبعض المؤرخين مثل المقريزي شكك في توبته وقال انه كان يشرب الخمر حتى وفاته طبعا المعلومات دي يعني قليل جدا من يعني من الناس تعرفها فعشان كده للاسف الفيلم اللي اللي طبعا الفيلم بتاع الفنان الكبير احمد مظهر اللي نزل طبعا كان عطى صوره لصلاح الدين الايوبي على انه يعني قديس يعني انسان يعني انسان مثالي وطبعا هذا لا يمثل الحقيقه بصله طبعا جمال عبد الناصر اللي انتج الفيلم ده عشان يحسن صورته بعد النكسه والخسائر اللي خسرها طبعا آه يعني دي حقائق لازم الناس تعرفها لان للاسف احنا التاريخ عندنا كله مزور حتى اللي بيدرس في المدارس تاريخ مزور وليس حقيقي افتحوا الكتب افتحوا الكتب آه هتعرفوا حقائق آه يعني عكس اللي انتم اخذتوه في المدارس هتعرفوا الحقائق بجد من امهات الكتب انا بديكم المصادر وانا بقول لكم ارجعوا للمصادر دي فعشان كده لما دكتور يوسف زيدان يعني شخصيه بمقدار وثقه الدكتور يوسف زيدان لما قال الكلام ده الراجل ده عارف بيقول ايه وهو ده اللي خلاني ابحث وراء صلاح الدين الايوبي وفعلا هو من احكر الشخصيات في التاريخ عامه يعني إيه دي كانت حلقه النهارده اتمنى انها تكون نالت اعجابكم والى اللقاء في معلومه تاريخيه